صلي على محمد. السلام عليكم يا عارف يا اخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بك يا عرفان، مالك محتار ليه؟ والله يا عارف يا اخويا، ليا ساعة بدور على النضارة بتاعتي ومش لاقيه. بتقول ايه يا عرفان، انت بتتكلم جد؟ اي والله. بتضحك ليه؟ انا بضحك علشان انت لابس نظارتك فعلا. ياه، ده انا طلعت مغفل يا عارف يا اخويا. ولا يهمك يا عرفان، بتحصل كتير، زي قصة جحا والحمار الناقص. سمعتها من قبل كده؟ لا والله ما سمعتها من قبل. وايه قصة عمنا جحا مع الحمار الناقص؟ طلع من غير دين ولا ايه؟ لا طبعا، تعال احكي لك القصة. كان من عادة اهل بلدة جحا ان يتناوبوا في الذهاب من بلدتهم الى البلدة المجاورة والتي يبعد عن بلدتهم بضعة كيلومترات، وذلك لطحن القمح كل أسبوع. وفي يوم جاءت نوبة جحا وقد جمع أهالي البلدة 9 حمير محملة بالقمح. اقترب عمدة البلدة من جحا وقال: إليك يا جحا 9 حمير، إياك أن تفقد واحدا منها في الطريق. قال جحا: اطمئن، سأذهب وأعود بسرعة بالدقيق المطحون لنصنع الفطائر والخبز. ثم ودعه أهل البلدة وصار جحا بالحمير بعد أن ركب أحدها. وفي الطريق خطر له أن يعد الحمير وفوجئ بأنها 8 فقط، فضاع صوابه وأخذ ينظر يمينه وشماله دون جدوى، واعتقد أن حمارا ضاع وخاف من أهل البلدة. صاح جحا بالحمير فوقفت، ثم نزل عن حماره وأخذ ينظر هنا وهناك وخلف الأشجار، ثم عاد وعدها ثانيا فوجدها 9 بالتمام والكمال، فقال: سبحان الله، لقد أخطأت الحساب في المرة الأولى. ركب جحا حماره وقاد باقي الحمير ليواصل مهمته، وبعد قليل فكر أن يعد الحمير مرة أخرى، فإذا بها 8 حمير فقط، فقال في نفسه مندهشا: ما هذه اللعبة السخيفة التي يلعبها معي هذا الحمار التائه؟ نزل جحا من على ظهر حماره وأخذ يعدها من جديد فوجدها 9، فكاد يجن. وفكر جحا في أن يكون هناك من يداعبه ويتلاعب به، فجلس على الأرض وهو ينظر إلى الحمير قائلا: سأرى الآن كيف يختفي الحمار. وبعد قليل ركب حماره وساق الحمير أمامه، وفي الطريق أخذ يعد الحمير فوجدها 8، فتوقف عن السير وإذا برجل عجوز يقبل على جحا. سأل الرجل عن حال جحا وما سبب حيرته. قال جحا: ألا يكفيني الناس، حتى الحمير تريد أن تعبس معي. ثم نزل من فوق حماره. قال الرجل: وما شأن الحمير بك؟ إنها لا تفهم شيئا. قال جحا: كيف وهناك حمار يختفي ويظهر؟ علم الرجل بما حدث لجحا فضحك وقال: لقد عددت الحمير وهي 9 بالتمام والكمال، هيا اركب حمارك وتوكل على الله ولا تدع الوهم يسيطر عليك. ركب جحا حماره وصار خليلا، ثم قام وعد الحمير فوجدها 8، فصرخ مستغيثا بالرجل العجوز وكان لا يزال قريبا منه بحيث سمع صوته. فجاء الرجل وسأل جحا: ماذا جرى؟ قال جحا وهو يبكي: انظر، إنها ما زالت 8 ولست واهما. ضحك الرجل وقال: إنك لم تعد الحمار الذي أنت راكبه، وهذا هو سبب الارتباك في العد، وهو أنك تعد الحمير بغير حمارك فتكون 8، فإذا نزلت وأعدت العد وجدتها 9. ضرب جحا بيده على جبينه بشدة ونزل عن حماره وأخذ يقبل الرجل شاكرا له وهو في سعادة بالغة. ثم ودعه الرجل العجوز وركب جحا حماره وساق أمامه قافلة الحمير. فعاد جحا إلى بلدته بعد أن طحن القمح وأصبح دقيقا، وقد استقبله أهل بلدته بالترحاب، وسأله عمدة البلدة عن أي مصاعب صادفته، فقال جحا: ما أكثر المصاعب البشرية التي تأتي من احتجاب الحقيقة عن العقل بحجاب الغفلة، لقد كدت أخسر حمارا بسببها، فالحمد لله. يا ده جحا ده طلع مغفل كبير أوي عارف يا أخوي فعلا. لكن اللي بنتعلمه من القصة دي إن في حاجات كتير قدامنا بتبقى واضحة، ولكن الغفلة بتحجبها عنينا. أهم حاجة أنت بس خلي بالك من نظارتك وما تخليش الغفلة تضيع منك اللي واضح قدامك.